حول أمين جارة والتدوينة اللي كنت عبطها بسبب موقف أمين جارة، وين قال في إذاعة مزيكة في برنامجه الصباح، قال إنه علاش ليه ما يتسكروش ما يعملوش كوفغفر، خلينا نقولوا ما يكونوش فما حفلات للتراس العام، شيء اللي غشك برشا. وكان ردك شوية قاسي على أمين جارة، وقلت إنه علاش كي أنت تحب هكا، علاش ما تقسمش معايا شهريتك، قلت علاش ما دخلش الموسيقيين الكل الحبس، وكان تحب نقتلوهم باش ترتاح ميسالش. كانوا شوية فما قسوة وتجني على أمين جارة، يعني كبرتها برشا، قاعدة تأجج في الأمور. ماهر الهمامي، باه ايجا نقول لك حاجة، أنا ما نحبش نحكي في الجديد اللي صار البارح في موضوع أمين جارة. أنا راهو باش نعاود نقولها شخصيا، أمين جارة ما عندي معاه حتى مشكلة، ما عندي معاه حتى مشكلة شخصيا. اللي قلقني في الموضوع، أنت أمين جارة أنت ماكش مؤهل باش تعطي قرار بالمنع أو بغير المنع. شكون انا لو الهيئه العلميه تعطي القرار هذيك ممكن اخذوه؟ انت هو كي قال، هو قال نقترح انه يقع منع الحفلات، على اساس انت تعطي اقتراحك، ما قلتش تعطي انت هو اعلامي يعطي في رايه ما تعطيش راي، هو ما عطاش راي، هو قال يقترح، قال لما لا، ولازم ياكد. لانه حاجه اخرى، انت يا حبيبي انت عندك راهو في الاوقات الذروه قاعد تسمع فيك، راهو الاداريين هذو في كرهبهم وحاطين راديو ماشي يخدموا يسمع فيك، ينجموا يتاثروا. انت مصوتك مؤثر، احببت ام كرهت، انت وجه اعلامي ومؤثر يا خويا، هنا هذا تأجيج اسمه اللي انا رفضته. والله لو جاء الاقتراح هذا من قلت من اهل الميدان ممكن نمشي، بني على قرار وذاك انه فما زياده في المرض او خوفا من العدوى او كذا على اسس علميه. اما انت تعطي في قرار أمين جارة، سامحني على شنو؟ سامحني ماهر، ماهوش قرار باش يتنفذ، هو عطى رايو اللي موجود منه برشا، فما برشا يراو. سامحني امين، قلت امين ماهر، خليني نكمل لك انت، حيا لي أمين جارة. يعني اليوم هو اعلامي رايو انه اليوم فما فاريون جديد، فما ينجم يكون الكشمار اللي عشناه نتاع الكورونا ما يحبش يرجع، هو عطى راي. انت تتصور مثلا وزاره الصحه باش يسمعوا أمين جارة باش يقولوا اوكي داكور تو سويت باش نعملوا باش نفذوا القرار نتاع أمين جارة، هو راي ويحترم. هاو تجيوب كان لو هو عنده ما هو خشين، هو وعنده الجرأه بالطريقه دي، شبيه ما عطاش رايه في وقفه الاتحاد العام تونسي للشغل اللي صارت نهار لحد اللي فات في القصر؟ ما هو ما باش توري، اما هني يوريك امين عنده سوء نيه مع الفنانين. ونعاودها، علاش عنده سوء نيه وهو يخدم مع الفنانين؟ هما ضيوف الفنانين. نكمل الجمله ذي، نكمل الجمله ذي باش تاخذوها حتى في عنوان اذا كان باش تاخذوهم. امين جارة عنده عداوه وعنده سوء نيه مع الفنانين. ماهر الهمامي وليد غداكتور شايف. لا حسيناه من راس العام تاع عماو في الحصه نتاعو، حسيناه بتقطيع تصوير الدازة في الحصة، حسيناه في جيب فنان يحب يعاركو، حسيناه في جيب محسن شريف الحصة نتاعو اللي صار فيها، ما فما حتى فنان سلم منه في الحصة نتاعو، فقط هذه شنو؟ أنا ما عنديش، نعاود لك شخصيا ما عندي حتى مشكل. رايك، وانا ما نعرفش كان سمعتني عطيت رايي في الموضوع، قلت لي انتم ما عندكم بربي امام على سمعت في الحصه هذيك، زيد قول له بربي يريد شويه، راهو مش معقول انا ما فركزش على البوز. اي لازمك يا ماهر لازمك تتقبل الاراء الكل، الراي اللي يكون معاك والراي اللي يكون ضدك. انا جات فرصه باش انا نرجعكم شويه، هذا هو كي ديريكت، هو كيف قالوا رفيق قالوا يحامي على عرسه، وكلمه صحيحه وما نحقوش يحامي على عرسه. واضح ماهر الهمامي، المهم احنا البلاتو كان ايكيليبغي، فما اللي كان معاه وفما اللي كان ضد، وذاك هو اللي موجود معنا نمثلوا التوانسه الكل. اللي يشوف انه كلامك صحيح، لكن انا فاشلو نتاع عليك انك انت يعني كانك اججت شويه الامور، تقول اقتلوهم وحبسوهم وكل شيء. ما نتصورش أمين جارة معناها لهالدرجه عنده كره تجاه الفنانين باش توصل. عنده تاريخه الكل، تاريخه الكل اللي اكد الكلام هذا، مش اول مره هي العمليه هذه، هو ديما استنسنا في أمين جارة بالحرب هذه اللي عم فيها ضد الموسيقيين والفنانين. فما خوف من ليلة راس العام ونختموا خايفين؟ لا وأكد السيد وزير الداخلية أنه الأجواء لاباس والناس كل باش تخرج تخدم بقدرة الله، وإحنا ديجا إحنا كنقابة قاعدين ناخذوا في احتياطاتنا، وأكدنا على المنخرطين لازم يمشوا ياخذوا لي باسبور نتاعهم تاع التلقيح ويحفظوا أوراقهم، واللي ما لقحش يمشي يلقح مادام فما الوقت توا، وقاعدين نتبعوا في العملية، وإحنا راهو ماناش ساكتين وباش نكونوا ساهرين باش تعدى ليلة راس العام، خلينا نخدم وإن شاء الله لاباس تعدى. شكرا ليك.
ماهر الهمامي نحييك برشا وشكرا على تفاعلك ونتمنى لك التوفيق ليك ان شاء الله. وشكرا على مجهوداتك، انا نرى فيك ونشوف قداش تعمل في مجهود كبير على خاطر الفنانين وميمة بربي نحب نبارك وزوز الاتفاقيه اللي عملناها مع جمعيه الصداقه بربي المغربيه ان شاء الله ان شاء الله يعيشك يا ماهر. ميرسي بوكو.